لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد صلينا هذه الركعات، ركعنا لمن؟ وسجدنا لمن؟ وسمعنا كلام من؟ إنه الله جل وعلا الذي وصف نفسه فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. كلم موسى عليه السلام ربه فاشتاق لرؤيته، قال: ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. قال: يا موسى لن تراني ولكن انظر. وكان عند موسى عليه السلام جبل، جبل عظيم لا يهده شيء. قال: يا موسى انظر إلى الجبل، إن أطاق الجبل رؤيتي فسوف تراني. فتجلى الله، فتجلى الله للجبل قدر رأس الأصبع. قال ابن عباس: قدرها كذا. فإذا بالجبل يخر على الأرض دكا. فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وبعد لحظات إذا بموسى يفيق عليه السلام، نظر فإذا الجبل خر على الأرض دكا. قال: سبحانك، قال: سبحانك تبت إليك. لمن نسجد؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل مثل هذه الصلاة. تقول: فبكى. لما يبكي؟ لأنه يناجي ربه. تقول: بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره. تقول: ثم بكى حتى بل الأرض تحته. أمن هو قانت آناء الليل. انظروا إلى ليلهم ماذا يصنعون به. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، ساجدا وقائما. سجود وقيام ودعاء وبكاء. لما؟ يحذر الآخرة، يخاف، يخاف من يوم القيامة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. دخل بلال على المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، رآه يبكي، تفطرت قدماه، قال: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قال: أفلا، أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. كانوا قليلا من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فإذا انتهوا من القيام وبالأسحار هم يستغفرون. لمن يصلون؟ لله، من صفاته جل وعلا. أرأيت الأرض، هذه الأرض العظيمة التي خلقها الله، وهذه السماوات السبع التي رفعها الله، يوم القيامة يطويها ربنا جل وعلا. السماء، السماوات يطويها كما يطوي أحدنا السجل للكتب، ويقبض على الأرضين بيده الأخرى فيهزهن جل وعلا يوم القيامة، ويقول: أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة يستوي كل الناس، العظيم والحقير، الغني والفقير، كل الناس أمام الله سواء. لمن الملك اليوم؟ حتى أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا غير مختونين. عائشة تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم، الأمر أكبر، الأمر أشد،
من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لمن الملك اليوم؟ لله. الله يسأل أين الملوك؟ أين الجبارون؟ فلا يتكلم أحد فيجيب الرب نفسه: لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أرأيت كلامه جل وعلا؟ سمعه أحد المشركين، الوليد ابن المغيرة، سمع القرآن وهو مشرك. تعرف ماذا قال؟ قال: والله إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم، نسمع القرآن ثم يجب بعد سماعه أن نطبقه، أن نعمل به، أن نحكم به. إنه القرآن دستور حياة. ألا نتذكر يوم أن قرأنا في سورة الإسراء قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أين أنت من بر الوالدين؟ ألا نذكر ونحن نقرأ سورة مريم نسمع قول الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما ضيعوا الصلاة؟ لما هم بعد رمضان هجروا الصلاة وتركوها وفارقوها؟ تعرف لما؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ألا تذكر الأخت المسلمة وهي تقرأ سورة الأحزاب قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك. انظروا لأسلوب القرآن، أسلوب عجيب. يا أيها النبي أخبر الناس: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أخبر النساء يا محمد: ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ألا تذكر المرأة المسلمة وهي تقرأ القرآن سورة النور وما أعظم النور فيها، وهي تقرأ قول الله: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة أم المؤمنين أول ما أنزلت الآية: ذهب نساء المؤمنات إلى بيوتهن فإذا بالواحدة تقطع ملابسها لتغطي به رأسها. الله أكبر. ألا نذكر ونحن نقرأ سورة البقرة نتلوها ونتدبرها أو يقرأها الإمام: ألم تمر علينا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الله أكبر. انظروا الأسلوب الرباني: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قام النبي يوما عليه الصلاة والسلام يتجول بين بيوت الصحابة فسمع امرأة تقرأ القرآن. اسمع وتدبر. الرسول يسمع امرأة عجوز تقرأ القرآن فإذا بها تردد آية وتبكي، تردد آية وتبكي، فبكى معها النبي، بكى معها وأخذ يردد معها: أي آية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وبكت. هل أتاك حديث الغاشية؟ وهي تبكي. هل أتاك حديث الغاشية؟
فبكى النبي معها عليه الصلاة والسلام وقال نعم أتاني، نعم أتاني، وأخذ يبكي معها عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. استحى، استحى ابن مسعود رضي الله عنه. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ، إني أحب أن أسمعه من غيري. فإذا به يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كما تسمعونه الآن، القرآن. فإذا به يصل عند آية يقول ابن مسعود: قال لي حسبك، قف. يقول: نظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تعرف أي آية أبكته؟ تعرف أي آية توقف عندها؟ آية في مشهد من مشاهد يوم القيامة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هكذا كانوا يتدبرون القرآن، سماع وقراءة وعمل وتطبيق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جبير بن مطعم صحابي جليل قبل إسلامه رضي الله عنه يقول: جئت إلى المدينة والناس في صلاة المغرب، يقول: والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام، وتخيل ما هي أجواء المدينة والصحابة يصلون، هل ترى أحدا خارج المسجد؟ هل ترى الناس يعملون ويشتغلون؟ بل الكل خلف إمامهم يصلون صلاة المغرب. يقول: فرأيتهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور وهو مشرك قبل إسلامه. يقول: سمعت بضع آيات. تعرف أي آيات؟ أم خلقوا من غير شيء؟ قال: إي والله يا جبير، هل خلقت من عدم؟ كلا. إذا من الذي خلقك؟ أم هم الخالقون؟ بالطبع لا. إذا من خلقك يا جبير؟ ومن خلق السماء والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: فكاد قلبي أن يطير من مكانه، وما إن انتهت الصلاة مشرك. يقول: إلا جلست مع النبي فقلت بين يديه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. جاءكم نبأ، إليكم هذا النبأ، نبأ من ربنا جل وعلا إلى البشر. من الذي أوصله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول لمحمد: يا محمد أخبر الناس، أنبئ الناس بأي شيء. قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور، أني أنا الغفور الرحيم. نعم، لمن تاب، لمن أصلح، لمن استقام، لمن ندم، لمن عزم على الإصلاح، الله هو الغفور الرحيم. لكن لا تنسى الجزء الثاني: وأن عذابي هو العذاب الأليم. لمن أصر، لمن عاند، لمن كابر، لمن غفل، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم، نقرأ القرآن ونسمع القرآن كلام ربنا جل وعلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم احفظ بلادنا ودارنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قل هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصل الله وسلم على نبينا محمد.